يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك عدد من شركات الأدوية تنتج دواء معينا صنف واحد بأسماء مختلفة، فيلجأ بعضها من أجل التنافس في البيع إلى إعطاء الصيدلي أو إعطاء الطبيب بعض المال ليسوق هذا المنتج دون غيره من المنتجات، فما حكم ذلك؟ هذا رشوة، هذا رشوة وسحت، ولا يجوز هذا العمل، وفي غش للمسلمين أيضا، نعم، وإضرار بالآخرين، نعم.